وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم، وبالوقت ذاته بدنا نتلقى اتصالاتكم اليوم بما تبقى من وقت للحل عنا. وبالبداية دايما منبلشها بمعلومة. بمعلومتنا لليوم بدي أقول أنه نقابة، طبعا نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري بلبنان، جددت مكتبها الجديد، وأكيد نحن بنقول لها مبروك. بالوقت ذاته بتستقبل من الاثنين للجمعة دايما من الساعة 9 للساعة 3 بعد الظهر. وبتقول يلي بهمه الأمر مكتبهم الجديد كائن بعين المريسي شارع فينيسيا بناء الوزان ثالث طابق. من المسؤول؟ رئيس بلدية البترول مارسيلينو الحرك، يعطيك العافية. رئيس بونجور. بونجور، أهلين. يعطيك العافية. ميرسي، الله يعافيك. يا أهلا. يعني نحن منشجع دايما على الطاقة الشمسية، وبلدية البترول قامت بهالشي، ولكن ما بعرف ليه في أصوات عم بتقول انه هلا هالطاقه العلب تبعها كثير قريبه على السيارات او ما شابه، شو القصه؟ اها اي المشروع الاخير هلا عم ننفذه هو تقريبا شي 60 لمبه تقريبا. نعم. ايه ولهم باكس واطي شوي. هلا نحن بعدنا عم ننفذ هذا المشروع، ما استكملنا يعني، نحن هلا عم يتنفذ المشروع، ما خلص المشروع. هو بتيجي الفيكشر يعني اللمبه مع العمود مع البطاريه، بيجوا ستاندرد. نعم. البطاريه مايله الرصيف، واللمبه هي مايله الشارع. هلا في بعض الاماكن الضيقه في كرو هلا مشي ورا الانستليشن اللي عم ينعمل، عم بيرجلج هالباكس هيدي. ونحن بالحقيقه شغله كثير مهمه، لانه ما فينا نحطها مالت الطريق لانه بتضرب السياره فيها تضربها، ومالت الرصيف كمان هي عائق للمشاة، عم تنحط بهالاماكن باراليل مع الشارع. نعم. في فريق عمل هلا بشر من يومين تقريبا يرجلج هالبوكسات هيدي، الاماكن الضيقه عم تنبرم وعم تنحط بشكل انه ما تضايق المشاة، وكمان حافظ عليها من السيارات اللي هي بتوقف على جنب الشارع. في اثنين كرو هلا عم يشتغلوا، وان انستليشن وان عم بيرجلج البوكسات اللي هي حضرتك عم بتشيري لها انها هي عائق للمشاة. سو البروجي هي ماشي بعد ما خلصت. نعم. يعني بعد عندنا انستليشن هلا للمبات اضافيه، وفي فريق العمل الثاني اللي هو عم بيكون باشراف مهندسين ومن الشركه اللي هي عم تركب لنا، وكمان باشراف بلديه البترول بموظف هو فورمن بيتعاطى على الاشراف ان بالتعليمات اللي نحن بنعطيها، اللي هي انه بتكون الانستليشن ل 19 مشاة، ولا كمان نعرض الباكس هيدي ان تتعرض يعني للسيارات اللي هي بتوقف على جنب الشارع. يعني بمعنى اخر ريس، حاليا في اعاده نظر بكل خطا؟ مش اعاده. This is a normal procedure. يعني هي بتجي نورمال. نعم. بتجي اللمبه مالت الشارع والبطاريه مالت السائل. اوكي بس عم ترجع كيس بكيسه. نعم. في اماكن الرصيف عريض كثير بتبقى بمحلها. نعم. لانه ما بدنا نعرضها كمان انها لشاحنه ولا شيء تضربها مالت الشارع. نعم. كل كيس بكيسه، كل محل الرصيف هو ضيق وهي رح تضيق الرصيف اكثر، عم نعمل لها رجلاج تكون ما بين الشارع وبين، عرفتي كيف؟ باراليل مع الشارع. نعم. اوكي؟ نعم. هيدي مش انه يعني عم نعالج، لا. لا هي منه خطأ، انما ذكرت الاسباب. انا بقول لك اياها بمختصر مفيد، انه نحن ما خلصنا شو الاعمال بعد. نعم. نحن عم نشتغل. نعم. واللي عم بيراقب هذه الاعمال فيه يعرف انه عم اكيد انا إذا مرق اليوم بده يمرق بكرة وبعد بكرة، وبتشوف الأمور كلها عم تفرق لك، لأنه هي بتجي اليونت بتجي بهذا الشكل، مش مثل ما بنيها للموقع اللي عرفت كيف، حسب الموقع بتفرق لك الباكس تبع البطارية. أوكي أنا بشكرك. إن شاء الله أكون وضحت.
لا وضحت كتير منيح، وأكيد أهل الباترونيا اللي سألونا أكيد وصلن الجواب. يعطيك العافية ريس، وبالطبع أكيد يعني الطاقة الشمسية بتوفر كتير بالوقت ذاته، هيك بتضمن دايما في إنارة على الطرقات. شكرا لك. بنتقل من الباترون إلى الدكوينة مع رئيس البلدية الأستاذ أنطوان شختورة. يعطيك العافية. الله يعطيك ستة. بونجور. أكيد تابعت امبارح الحلقة وسمعت موضوع الإنارة بشارع المدافن. مظبوط. شو القصة ريس؟ تفضل. أول شيء ستنا نوصل فيه كثير بالموضوع الإعلام، موضوع الدكوينة عم نذكر دائما. نعم. مش عم بيعرفوا لا مديرية المخابرات ولا مديرية قوى الأمن ولا أي جهاز إعلامي، إن كان تلفزيونات أما إذاعات، انه وين النطاق الجغرافي للديكواني، مع انه انا محدد المراكز وينيه، محدد النطاق والحدود الديكواني، مثل اخر مداهمه صارت بمدينه الزعيتيه حطنا. نعم. هون. نعم. بقولوا الديكواني، وقبل امبارح حطت بالجرايد. يعني حي المدافن منه تابع للديكواني؟ هيدي بس اول شيء هيدي سد البوصيه بمدينه الزعيتيه. اوكي. سد الاحرى. نعم. بعدين حي المدافن شارع المدافن هذا تابع لبلديه جديده. اوكي. وانا سمعت الانقال امبارح وبلشت بالحديث امبارح مع الاشخاص المهتمين بموضوع الكهرباء عنا بالديكواني، وانا راح اعملها على نفقه بلديه الديكواني، بس للحقيقه وجغرافيا هي لبلديه جديد السد. صحيح. راح نحكي مع الرئيس انطوان جباره، واكيد نوتي. يعني مشكور اذا بتنعم. نحن الرئيس جباره حل واحد اللي نحن راح نضويها. اوكي. وحتى تمثال الشهيد ميلاد النداف، العميد ميلاد النداف، كمان الاناره نحن مع انه عقاريا جديده نحن مضويين كمان التمثال. أنا اقل واجب لها. انا بشكرك ريس للتوضيح وشكرا لك. يعطيك العافية. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444 بيخد أول اتصال. ألو. ألو. أهلا. بدي أحكي مع دان ريميكا لو سمحتي، برنامج محلات. تفضل عم بسمعك. ايه مرحبا مدام ريميكا. مرحبا. معك محمد علي عم أحكيكي أنا من منطقة كفرية الكورة. أهلا أستاذ محمد. مدام ريميكا أنا عندي مشكلة بخصوص الكهرباء لبنان. نعم. من حوالي 8 اشهر قدمت طلب لانقل الساعه من اسم لاسمي انا على شقه جديده. نعم. قالوا لنا بدهم يطلعوا يكشفوا هن على الشقه وبيتصلوا فينا لنطلع ندفع مبلغ 40,000 او شيء اللي هي تكمله الاجراءات. انا مسافر شهر 2-3 ما حدا يتصل، وبهالوقت يطلع الوالد يسالهم يقولوا له لا لسه ما اجى الوراق تبعولك. هلا بعد 6 اشهر تقريبا او 7 اشهر طلعت انا، قالوا لي ايه انتم كثير تاخرتوا وما تبعتوا. اف. والطلب انلغى، ولو سمحت روح من جديد قدم وراء. وبتعرفي ساعه سجل عقاري وساعه ما بعرف شو، هذا غير مصروفهم ووقتهم. قليلي. طيب، وعلى فكره والمفتشين قدامي عم يلعبوا فيسبوك، يعني انا شفتهم قدامي للشباب، وهلا طالعين نكشف مره ثانيه. ما لنا مشكله، نسينا الماضي، قدمنا مره ثانيه. قالوا لي هلا طالعين نكشف. قلت لهم خلص امتى بيجي؟ قال تعال بعد بكره تفعل، هلا قبل العيد يعني. طلعت امبارحه، قال لا سوري كان عندنا اجتماع، سوري هني بس كذابين يعني، انا شفتهم بعيوني بقلب المركز، وقال عندهم اجتماع صار له 3 ايام والفيسبوك بعده مفتوح على اللابتوبات قدامهم، وكمان نفس الموضوع انطار لنحن نتصل فيك لحتى تجي تعمل الطلب. هلا انا عندي طلبين ودافع مرتين ولا عندي ولا فاتوره من 8 اشهر وصلتني، عم بطلع على المالك القديم وعندي مشكله معه. شو الحل؟ تقدر تعطيني رقم الطلب اذا بتريد؟ بدك القديم ولا الجديد؟ اللي بدك اياه، اخر واحد على الاكيد. طيب رقم الطلب 62-2015. اوكي. قدمته باي كهرباء، باي فرع؟ بمركز اميون، نحن تابعين لمركز اميون. مكتب اميون. اوكي. نفس الجواب بسمعه، مسيو نحن بنتصل فيك ومسيو نحن منتبع لك وما ونفس الشيء. اوكي، اهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في، منتابع نتلقى اتصالاتكم. الو. بونجور. بونجور مدام. معك حياة. اهلا مدام حياة. أه
عسكري بس نحن من أدونيس زبال. طلعت وزارة الأشغال اشتغل السنة الماضية، كانت الكواع ما بينطلع عليها من المي، اشتغلوا بالكواع وزبطوهم، بس زفتوا يعني مترين مزفت متر بلا تزفيت، مترين مزفت متر بلا تزفيت، سيارات ما عم لحن طلع من الجراج تكسر سيارات، يعني كان يعني اسم انه مزفت الطريق. بعدين رجعنا جمعنا مصاري من الضايعات كلنا سوا، دفعنا وزفتنا قد ما قدرنا قد ما كان قادرين يعني نجيب زفت بالمصريات اللي جمعنا هون. بس هلا الطريق رجعت مثل ما كانت قبل، والكواع اللي شغله فيهم وزاره الاشغال كلها رجعت فسخت ما كانه منشغل فيهم. رح نرجع نشوف مع وزاره الاشغال الصيانه شو الموضوع. اهلا وسهلا فيكي، نحن بنحكي مع وزاره الاشغال لنشوف شو القصه. كمان اتصال. الو تفضلي. الو مرحبا. مرحبا. انا ام تلميذ. الو ايه ايه تفضلي. ايه ام تلميذ قدم ترمينال هذيك السنه. نعم. اخذ افاده. نعم. هلا بده يقدم له طلب حر، بده شهاده. نعم. كثير وظائف الدوله بده منها شهاده، مثلا اذا بده يقدم على الضباط بده شهاده معدل 12. نعم. حضرة الوزير أعلن بتقطع التلفزيون إن اللي حابب بده شهادة السنة الجاية فيه يقدم. نعم. مثلا نقدم له طلب حر، قالوا لنا هلا بعد ما فيكم تقدموا، ما في بعد لأن مجلس الوزراء ما اجتمع ولا يجتمعوا ويقرروا، بلشوا هلا بطلبات الحرة. نعم. نزلنا على وزارة التربية كل واحد بيودينا عند الثاني وما حدا بيرد علينا. طيب. قلنا بدنا نوصل نحن عند الوزير. نحن رح نشوف مع قلنا بدنا نوصل عند الوزير، هاي بتقول لك روح شوف الوزير وهيدي هيك وما. طيب. حدا كان التليفون ما بيرد علينا. مدام لقلك شغله. نعم. هيدا موضوع بهم كتار مش وحدك، نحن رح نحكي مع وزارة التربية ورح نجيب الجواب وبنعطيكم اياه. هيك بتعرفوا منا نحن. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو تفضلي. يعطيك العافية ست ربيكا. أهلين. معي كوثر حنبوري، أنا إعلامية زميلة. أهلا كوثر. كيفك؟ أهلا أهلا فيك. أنا هذا الحقيقة مش شكوى، هو حبي وصل رأيي يعني. نعم. تفضلي كوثر، بعدك معي؟ كوثر هي تنقطع الخط معه. بتصور انقطع الخط مع كوثر. بناخد اتصال تاني. الو الو بونجور. بونجور تفضلي. ليك عيني انا سكان البترون. ايه اهلين. ايه عملي معروف في بناية جوزيف يزبي. نعم. مأجر محلات كراجات. نعم. عنده ناس بسخين يعني أوسخ من هيك ما في. إذا بتشوفي دير من دار بيتي زبالة بنزل بقول له بقول لي نعم متشكيين مش قادرين نشيلها. مستقوية كثير على العيون. نحن بنحكي البلدية حتى تبعت حدا وأنذرهم. يا عيني ما بتفرق قال مع على البلدية ولا لا 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 نحن شو ما بتفرق معها، شو عايشة لوحدها هي. نحن هي هيك مفكرة. لا لا مين ما كان يكون في نظافة وفي سلامة عامة. لا مين ما كان. لأنه عم بقلك أنا عندي مثلا جوزي رجال كبير وشغيل شوفير تاكسي بيجي البرغس عم بيكلنا مش راضين ومن جميعه تنزلي مع صاحب الملك بقلك أنا عم بقبض منها قرشين وما عم بقدر شيلها، في شكاوي بيني وبينهم ما عم نقدر نشيلها، يعني ويني داولت انا. طيب رح اخبرك، ما عم نقول لك رح نحكي مع البلديه البترون حتى يروحوا للصحه بالبلديه يكشفوا على الموضوع وينذروها بكل بساطه، يعني ما بدها كثير. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. اهلا تفضل. الو بونجور. بونجور اهلا. ينعاد عليك. وعليك بالصحه تفضل. بدي اسالك دخلك بالنسبه لبلديه المطارات بالشياح عين الرمان. نعم. عم نتفاجئ انه محلات بتيجي مثلا هذا الشهر الماضي بتيجي محل 55,000 محل 65,000 وتابعين كلنا لنفس البلديه، بنايات بيتلزق عليها اوراق بنايات ما بيتلزق عليها اوراق. اي بلديه الشياح او فرن الشباك؟ بلديه الشياح. اوكي الرمان. باي شوارع حتى نحكي الريس؟ يعني في عندك شارع لمع مثلا شارع غنوم تجي 55، زي مثلا هذا الشهر معلين على البنايات 45,000، على البنايات اللي نحن فيها منهم معلين شيء. انتوا باي بنايات مسيو؟ باي بنايات انتوا؟ نحن حد كسرجيون. ما له اسم البنايات؟ صراحه ما بعرف اسمه مضبوط لانه كذا نادي.
طيب اوكي، يعني حد بنية كسرجيون بكر. اهلا وسهلا فيك، ننتقل لصورة اليوم نشوفها سوا. يعني بصورة اليوم صراحة اليوم أنا وجاي على الشغل، الحمد لله بلشوا يشتغلوا على طريق الفوار أنتلياس وبلشنا نشوف الصور. أكيد كان في عجقة سير مش طبيعية، ولكن هون كان في أشغال كهرباء وكانت نازلة الطريق خاسفة. هلأ اليوم عم يرجعوا يعملوها من جديد، وبتمنى تكون المرة الأولى والأخيرة، يعني هالمرة تزبط 100%، وهيك بنكون يعني وعقبال بقية الحفر يلي ممتدين لحد بكفية. ونحن كنا صورنا روبورتاج بهذا الموضوع. بنهاية هالحلقة بدي أقول أنه رئيس بلدية البترول مارسلينو الحرك قال أنه خطة اللمبات على الطاقة الشمسية مستمرة وعم بيتم الرجلاج لهلأ. كمان رئيس بلدية الدكوانة قال موضوع الإنارة بحي المدافن هذا الحي عقارياً لبلدية جديدة سد البوشرية، ولكن على نفقة بلدية الدكوانة رح يأمن الإنارة. أكيد أخذنا اتصالاتكم ورح نتابعها مع المعنيين ونعطيكم أجوبة. بنهاية الحلقة بدي أعطيكم موعد بكرة دايماً عبر الام تي في، ما عليكم إلا تتصلوا فينا 24/24/04/44/44/44 أو تتواصلوا معنا على فيسبوك الحل عنا. ويلي بده يتابع أكيد الحلقة بيقدر يفوت على الـ mtv.com وبيتابع الحلقة. موعد إذا بكرة، إلى اللقاء.